عايزة أتوقف عند العشوائيات الغير آمنة، التصنيف ده معناه إيه؟ يعني الغير آمنة. حينما نذكر هذا المصطلح هو الوضع كله قد يكون غير مستقر، فالاختيارات دي بتتم بناء على إيه؟ الغير آمنة اللي هي خدناها كقضية أولى أو ليها أولوية، اللي هي بأربع درجاتها، اللي هي الأربع درجات بتفسر شوية يعني إيه غير آمنة. اللي هي الخطورة الداهمة الدرجة الأولى، اللي هي زي صخور صخره بتسقط على الناس زي ما حصل في الديو سنه 2008، انهيارات جبليه، مجرى سيول، خط في مجرى السكه الحديد، دي حاجات اللي هي الدرجه الاولى الدهمه، اللي هي خطر على الحياه مباشر، يعني يحصل موت للناس في لحظه. الدرجه الثانيه اللي هي سكن غير ملائم، سكن في عش صفيح، في سقف صاج، مباني قديمه، اللي هي الغير ملائمه، ودي ما اكثرها الموجود في مصر، دي اكثر عدد موجود فيه الغير امنه. الدرجه الثالثه اللي هي ساكن تحت ضغط عالي او في منطقه ملوثه صناعيا او منطقه برك ومستنقعات صرف صحي او وصله ميه ملوثه. الدرجه الرابعه اللي هي انسان يمتلك بيته، بيته ملكه، ارضه ملكه، ولكن والبيت حالته انشائيه كويسه جدا احنا معانا لكن صور مش ملكه. العشوائيات قبل تطويرها لا دي يعني دي حاجه مضيئه، يعني دخلنا بقى في ده. يعني هي طبعا عشوائيات مختلفة، أماكن يعني متنوعة قبل إنما يعني فإحنا عملنا رصد يعني وحصر ل يعني عملنا خريطة قومية. الخريطة القومية دي اللي إحنا عملناها رصد لجميع مناطق مصر. أيوه. فيعني لما حد يتكلم ممكن تلاقينا أرقامنا مختلفة شوية. بس خدنا خط في 2016 كان عندنا 351 منطقة، 215,000 وحدة سكنية، ما يعادل مليون مواطن مصري عايشين في الغير آمن، حياتهم غير آمنة بالأربع درجات دي. فكان لازم في اقل او يعني فتره ممكنه، يعني كانت محطوطه خطه قديما انها تبقى تخلص في 5 سنوات، طبعا ضغط موضوع على سنتين والحمد لله احنا وصلنا للرقم دلوقتي. يعني احنا يعني على اخر 2018 هنخلص العشوائيات الغير امنه، يبقى ما فيش في مصر عشوائيات غير امنه غير جزء من املاك الخاصه اللي الناس تمتلك البيت والمنزل بس. هم ده التطوير، ده التطوير، ده مشروع المحروسه، وده جاهز للافتتاح. يعني مشروع اعتقد يمكن لو حضرتك تشوفي يعني احنا بنطور نفسنا كل شويه، هيكون عندنا تقرير من المحروسه نفسها. احنا يعني ده مشروع جاهز يفتح ان شاء الله.